كويس جدا. طب ايه تحديدا الفيتامينز اللي يعني الناس اللي بيخضعوا لعمليات سمنه بيبقوا محتاجينها تحديدا؟ ايه هي الفيتامينز دي؟ ممكن اقول الفوليك اسيد في المقام الاول. الفوليك اسيد مهم جدا جدا. اقدر اقول الزنك. الزنك مهم جدا لحمض المعده. عشان المعده شويه بتتاثر فمحتاجين نقوي حمض المعده. المعدن اللي بيقوي لحمض المعده هو الزنك. مهم جدا فيتامين ب 12 عائله فيتامين ب بي كومبلكس. بالظبط. فيتامين ب فيتامين بي كومبلكس مهم جدا جدا ليهم. وفيتامين سي وفيتامين اي والكالسيوم. كويس. طيب لو رحنا تحديدا عن المكمل الغذائي اللي احنا بنتكلم عنه النهارده اللي هو مفروض بيحمل كل الانجريدينتس او الفيتامينز اللي احنا محتاجينها بعد عمليات السمنه بانواعها المختلفه والبا مالتي في تحديدا، ونتكلم عن مكوناته كده قدام حضراتكم برضو نشوف تحديدا سريعا تقول لنا كل انجريدينت موجود او كل عنصر موجود من الفيتامينات ازاي ممكن ان هو يساعد تحديدا اللي هم الناس اللي بيخضعوا لعمليات السمنه المختلفه. طبعا والمقدار طبعا بتاعهم. اوكي. ألب مالتي فيت اولا ده شكل العلبه عشان احنا ما عندناش بدايل. لازم اطمن كل الساده المشاهدين انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء وانه متوفر في الصيدليات. طيب هنا الصوره بتبين لي 13 عنصر وفيتامين اللي داخل ألب مالتي فيت. رقم واحد الزنك. الزنك مهم جدا للي هيعملوا دايت او اللي هيخش عمليه سمنه مفرطه، بلس انه مهم جدا للعمليات الحيويه في الجسم جميعها. ومهم لاي خليه بتتجدد عندي. عندي فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا للمناعه. كلنا احنا كستات ورجال مهم ان هم يقووا مناعتهم. هنقوي مناعتنا ازاي؟ لان مناعتنا هي الجيش لمحاربه اي فيروس او بكتيريا. هنقويه بفيتامين سي اللي موجود داخل ألب مالتي فيت لانه كمان تركيزه حلو قوي 500 ملي جرام. عندي الزنك مهم للمناعه. عندي فيتامين اي طبعا مهم جدا للاكسده. واعتقد هي دي الصوره اللي بتبين لي مميزات ألب مالتي فيت عن كل المكملات الغذائيه الاخرى. ايه مميزاته وليه انا برشح ألب مالتي فيت بالتحديد؟ لانه الاعلى في التركيز الزنك، يقوي المناعه، غني بمجموعه فيتامين ب كامله، يعمل كمضاد اكسده، يحتوي على مزيج الزنك والنحاس، ويجمع بين الزنك والبيوتين والنياسين والنحاس لدعم صحه الجلد والشعر والبشره. طبعا لازم اقول انه ملوش اي اعراض جانبيه خالص. يعني مرخص من هيئه سلامه الغذاء، موجود في الصيدليات او عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه.